السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة. اليوم راح ناخذ في المقدمة عن الفصل الثالث في محطات القدرة الكهربائية اللي هو الستيم باور بلانت. احنا صراحة ماخذين هذا الفصل مسبقا، لكن راح أمر في عجالة على بعض الأمور المهمة في الفصل نستذكرها، وإن شاء الله راح تكون هنالك فيديوهات أخرى في أجزاء من هذا الفصل أيضا. في بداية هذا الفصل أكو بعض التعاريف اللي أنتم ماخذينها مسبقا في مادة الثرموديناميك، لكن أنا أفضل أنه أشرحها على هذا الجدول، على هذا المخطط اللي جاي يشوفونه، اللي هنا مخطط تي في، يعني درجة حرارة والحجم النوعي. لكن احنا معتادين أنه نشرح على مخطط التي اس دايجرام اللي هو كشكل هو نفسه شوفونه، لكن فقط هنا عندنا محور الاكس هو الانتروبي. على العموم هنا هذه المنطقة اللي هي تمثل الكومبريسد ليكويد ريجن، اللي هي يكون الماء في الحالة السائلة. هذا الماء سواء كان يكون في أي ضغط معين، فهذا الخط اللي يشوفه المنقط هو يمثل ثبوت الضغط. هذا شوفوه هو يمثل ثبوت الضغط. الماء في أي درجة حرارة وبأي ضغط راح يكون في ضمن هذا الريجن اللي تشوفونه، اللي هو هنا سماه كومبريسد ليكويد ريجن. لما يتم عملية تسخين الماء راح يوصل إلى درجة حرارة معينة، بهذه درجة الحرارة يبدي بالغليان، معناها يبدي يتحرر البخار من الماء. لما يوصل الماء إلى مرحلة التبخير أو الغليان، راح تثبت درجة الحرارة بنتيجة أنه الغليان أو التبخير هي عملية تبريد للماء، وبذلك راح تثبت درجة الحرارة خلال عملية التبخير. فعند يعني الاستمرار بإضافة الحرارة وتسخين الماء راح يبدي الماء يغلي ويتحول قسم من عنده إلى بخار. بالبداية هنا بخار صفر، إلى أنه يبدي يزداد البخار ويتحول كل الماء، كمية الماء الموجودة، إلى بخار في هذه النقطة. هذه النقطة اللي يبدي بها الغليان أو درجة حرارة الغليان، هذه النقطة يسموها Saturated Liquid Temperature. الضغط اللي طبعا يشتغل به الماء أيضا يسمونه Saturated Pressure، اللي هي هذه النقطة هنا. أيضا بعد ما يستمر بالغليان ويوصل إلى منطقة كل الماء العفو يتحول إلى بخار في هذه النقطة، هذه يسمونها Saturated Vapor. إذا أخذنا لعدة ضغوط معينة، عدة ضغوط للماء وحولناهن بخرناهن بثبوت الضغط، راح تتكون عندنا نقاط بداية ونقاط نهاية. البداية هي الغليان، والنهاية اللي هي انتهاء كل الليكويد وتحويله أو تحوله إلى بخار. فراح يتكون لنا هذا الخط اللي يشوفونه أو الكيرف اللي يشوفونه، هذا يمثل Saturated Liquid Line، هذا Saturated Liquid Line، وهذا الساتوريتد فيبر لاين، هذه المنطقة. طبعا من يزداد الضغط إلى منطقة معينة في هذا المكان على سبيل المثال، نشوف أنه الماء يتحول مباشرة إلى بخار بدون ما يمر في هذه مرحلة الغليان، وهذه المنطقة هي الكريتيكال بوينت للماء. نجي إلى مواصفات الماء أو البخار، يعني شلون نوجد مواصفات الماء. يعني نقصد مواصفات يعني درجة الحرارة، الضغط، الانتروبي، الانثالبي، الانترنال انيرجي، اليو، إلى آخره من المواصفات. هذه عادة بالنسبة للماء والبخار، عادة ناخذ هذه المواصفات عن طريق أو نعرفها عن طريق جداول. الجداول هذه حتى تعرف أنت مواصفات هذا الماء لازم عندك على الأقل كميتين معروفات لهذه الخواص، سواء كانت مثلا درجة الحرارة والضغط، درجة الحرارة والإنثالبية، انتروبي وإنثالبي، المهم أي شيء اثنين موجودات تقدر توجد بقية مواصفات الماء أو البخار من خلال هذه النقطتين. عادة هذه تتم بالجداول. المنطقة اللي يشوفوها هنا، اللي هذه المنطقة اللي هي ما بين الكيرفين، المنطقة اللي يشوفوها هنا ما بين الكيرفين، اللي هذه المنطقة عادة ما موجودة في الجداول. فعادة يتم معرفة مواصفات هذا الخليط عن طريق معرفة مواصفات الماء في هذه النقطة
في هذه النقطة وفي هذه النقطة. كيف تتم حساب هذه المواصفات؟ فيتم عادة عن طريق معرفة الكمية البخار أو نسبة البخار إلى نسبة الماء في هذه المنطقة، اللي هي إحنا هنا عادة نأخذ الـ dryness fracture. مثل ما أشوف التعريف الـ dryness fracture is the ratio of vapor mass to the total mass. ومن خلال هذه الأكس نقدر نوجد مواصفات الماء. هنا عندي الانثالبي عند أي نقطة موجودة داخل الكيرف ممكن نوجدها عن طريق 1 ناقص X في الـ HF زائدا X HG. الـ HF والـ HG نقصد بها، الـ HF نقصد بها مواصفات الماء في هذه المنطقة، والـ HG مواصفات أو الانثالبي الماء في هذه المنطقة، والاكس هي طبعا يعتمد حسب وين موجود حاليا الخليط، كان يكون كله بخار معناها الاكس واحد، او كله ماي معناها الاكس صفر، او بالمنتصف اكس 0.5 او 0.9 وهكذا.